أثابكم الله. تقول إذا قرأت في الصلاة الرباعية أو المغرب الركعتين الأوليين بعد التشهد الأول الصلاة الإبراهيمية نسيانا أو عمدا، هل في ذلك إثم؟ ليس في ذلك إثم، بل إن بعض العلماء يرى أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، فليس على المسلم إثم إذا فعل ذلك، لا سيما إذا كان ناسيا. نعم.